احنا ملوك الهري. سيبك، هو مفيش حد فوق التقييم، بس فكرة ان اللي بيقع سكاكينه يا نهار اسود في ثانية كده، مفيش يعني مفيش حاجة في النص. لكن ان هو يقول كده دي كارثة، شتيمة شتيمة وتريقة. مش بتكلم على افراد، بتكلم على يعني. وانا كمان اصلا جريء، مش يعني مش اللي يعني لو عايز اشتم حد ما انا هشتم عادي وكده. بقولك صباعي طار، يعني صباعي خلاص بقى اصلا شكله عامل كده. بص تعالى برضو نتكلم بصراحه، يعني الصراحه ايه، عشان احنا برضو ايه، كل واحد عمره 3 4 ايام بقى ينسى نفسه شويه. بس انا الفرق بيني وبين الناس ايه؟ ومش هم غلط ولا انا صح خالص، انا بتعامل بره اي حاجه على الشاشه اللي انا مدفوع اجري فيها زيكم بالظبط. مش بتحداكوا خالص، انا بعمل اللي انا عايزه في حياتي طالما ما باذيش حد. في ناس بقى بتعين نفسها شيوخ وهتخش يا عم انت مالك. مش بقول انه صح ولا غلط، كل واحد حر يا جماعه طالما ما بيأذيش اللي جنبه. لو احنا عايزين نمشي الفتره الجايه اللطاف والبلد دي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما ما بيأذيش. بس زهقت زهقت زهقت. مش يعني خلي بالك انا نفسيتي ما بتتعبش، يعني زي في ممثلين اللي هو ايه ده انا ما بتتعبش، يعني جلد تخين. بس بزعل يعني اللي هو يا جماعه احنا هنا فعلا، احنا هنا. ما هو ده بقى، امسك الشخص اللي قال كده ده امشي ورا حياته. والله ما بتريق، لا يمكن يبقى ناجح. اللي بيحلل المواقف بالشكل ده لا يمكن يبقى ناجح حتى لو شغال في بنك. اف 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 ايه؟ لا هتتشتم. هتتشتم لان انا ما انا معلم في الاخر خدامك وتحت امرك في الحاجه اللي احنا بانيين فيها علاقه، انا تحت امرك تماما. انما هتخش في حاجه شخصيه؟ لا طبعا.